الأصل الكلام ممنوع أثناء الخطبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فلا جمعة له. يعني لا يجوز أن يتكلم في أثناء الخطبة، يسكت ويستمع حتى ينتهي الخطيب من خطبته أو في سكتات الخطيب، في سكتاته. شو سكتاته؟ افرض الخطيب وهو يخطب مثلا قال أنا على غير وضوء، ذهب يتوضأ مثلا، من قلنا السنة أنه يخطب على طهارة، تذكرنا على غضاء وأوقف الخطبة وراح يتطهر ورجع، لك أن تتكلم في هذه الفترة لأنه الآن ما يخطب. أنت متى تسكت؟ وهو يتكلم. إذا كان لا يتكلم لك أن تتكلم. مثلا أخذته موجة سعال مثلا يكح وطول فيها، لك أن تتكلم مثلا، زين؟ لك أن تتكلم. افرض فترة الخطيب يعني انشغل مع واحد او خلينا نقول مكبر الصوت اخترب مثلا وقاعد يصلحونه مثلا، على ما يصلحونه مثلا، لك ان تتكلم مع صاحبك. اذا متى تمنع من الكلام؟ والخطيب يخطب. تمنع من الكلام والخطيب يخطب، لا تقول شيء، لا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر. وبعض اهل العلم استثنى رد السلام لان رد السلام واجب مثلا تشميت العاطس مثلا، واكثر على المنع من ذلك، لا ترد السلام ولا تشمت العاطس، تسكت خلاص، تسكت حتى تنتهي الخطبه، الا في حال اذا تكلمت مع الامام او كلمك الامام. يعني احيانا ممكن يكون الامام مثلا نسي ايه زين ويبيها، يبي الايه فيحاول تذكر، انت تقول للايه أو يقول من يذكرني الآية، من يذكر الآية، تذكره ما في بأس. فالكلام مع الإمام نفسه لا بأس به، الكلام مع الإمام نفسه لا بأس به، خاصة إذا كلمك هو فترد عليه لا بأس بذلك. أما تتكلم مع صاحبك أو تتكلم مع عامة الناس لا يجوز. الأصل أنه من تكلم فإنه تذهب عليه جمعته، يعني مقصود لا أجر له في صلاة الجمعة، وإن كانت له أجر الصلاة يعني كأداء، بس أفسد على نفسه الخطبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فلا جمعة له.